تخيلات لبعض الكلمات المنتشرة في المجتمع. حيك حيك يا حي، نزل نزل حرك. اوكي اوكي جايينك جايينك دو. السلام عليكم يا اخي. لو ما جيت زرعت الرجال زرعته، شوف اثمر اثمر خلاص خلاص. ترى ابراهيم والله الوضع ما يطمن، نهايه الشهر خالي والله العظيم. ريال اميه كمك ترى على الحديده، والله على الحديده. مو وي وش سوي هنا الغالي؟ انا كمك على الحديده، شوفها ريال بس على الحديده على الحديده. عاد ما خبرتكم سالفتي اللي صارت في الجامعه مع ذاك المسكين يا اخي ابراهيم، بس جوك بيض. مو جوك بيض يا اخي. وين رايح وين رايح؟ تدعم وتروح سلامات، تعال نتفاهم على الاقل. هدي الغالي متعود من الشيطان، مسحها فوقي مسحها فوقي. لا لا بصراحه ما قصرت، عفا عليك عفا عليك. اشكرك اشكرك. لا لا امور طيبه، ركز من ذا الجانب بعد. لا لا امور طيبه ما قصرت. مسحوها في وجوه بعض. يا محمد ابا تعال. قايل لك تجيب لي ماي دافي، جبت لي ماي بارد ليش؟ اني مرض كذاك تعامل ابوك؟ اولاد اخر زمن. اوه ابراهيم مخبار، اقول لك فاضي ولا ما فاضي؟ هلا 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 الغالي. ايوه فاضي فاضي الغالي، امرني امرني. ماشي اشوفك تعبان، فرد فرد. تعال ساعدني شويه، تعال ما رايم وحد تقول لي فاضي اخر تهدف لك سيارتك ذي الحديد الميته. هلا ابراهيم، اقول لك اذا فاضي الشيمه الشيمه خبرني. الله يخليك ان شاء الله تكون فاضي، ارسل لي. والله الغالي فاضي هو بس ان شاء الله عليك ابراهيم، والله احسنت ما قصرت والله ما يعني كت كت كت. روح 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 سمح لنا عاد يا اخي ابراهيم. لكن اخبرك انا ما فيني ادب، انا ما فيني ادب طيب قص اقول ايش فاضي. لا 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 ما فاضي ما فاضي ولا بفضلك. ما تزعل هالعزيمه باش الحركات. والله عليك حبيبي، كان ودنا يعني الشباب بقيه ابراهيم وذي اللي بس شكله ما استوى. جود باي دامني فقلي من الدنيا. نو يو سليتينج ويذاوت هيم من الكيز ونيه. نحن زوان نمشي من سهده بيلين عمرات مشي. فواي ليثم وش بعيش؟ جالس اتبربر من ساعة حتى ما نسيت انشن؟ جالس هنا سمعتك وش تقول؟ ويش ويش ويش؟ تمشي لين عمرك؟ ما يخصك انت، وليه تضحى المهم يشتغل؟ والله شغال، شوفه شغال. وإذا قلت ترسب في الكلية بتشوف مواصلينك بارين أنا. أبوي أمس والله مورنك ناجح كل مواد. ما يخصني أنا، وسليمان جالس يطلع هناك مفتخ ملابس حتى ما حد يسوي له اعتبار. أمي أمي ما لبست ست ملابس، إيش دخلني أنا؟ وإذا قلت أشوفه من دون نهار بس بعدين بتعرف وش أسوي لك أنا. وخلاص I'm done with it هيثم، أوكي؟ ايوه ويوم يكلموكم ما يعجبكم وش هيدني؟ انت قلت لي خلصت. ما خلصت انا، جلس. كل المعنيين والمسؤولين سياسه كل مكان في البيت حتى في المطبخ، مستهلوا في اسم الجزيره ما بيت هذا وضايل هذه الضغط بس ومو تريد امين الجار. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اليوم قاعد اتكلم عن المطبات، كثرت المطبات وحلو في السياره. مين له مطبات انت؟ من؟ ها؟ نعم ابو سالم تعال هنا شوي. انت تريد الحكومه يوديك معسوى للشمس ولا ويش؟ ليش انت مو تريد الحكومه؟ وين مطب وحدك مطب انت؟ قوم لا هفك. اوكي ابو سالم، اي وارن يو ابو سالم. وارن يو راح ابو سالم. وين البروبلم صراحه؟ وين البروبلم؟ مش من يا صار مين اليوم ساتحدث عن القطارات. ابو سالم وش تريد القطار انت يا ابو سالم؟ ابو سالم انت تعلق باب غرفتي بعد. شوف كيف انت وش تريد القطار ابو سالم؟ هذه حكومه دوله كيان تعرف شغله وكذا. انت سعودوك تتكلم يعني طلعت تهتم لأمري؟ ايوه ابو سالم اهتم، لكن انا ما قلت شيء. ماشي تب مرت في تيه الرمانه بروم
تعال مسخرك فيفا تو. ابن الدرج مسخرك تو فيفا. خلينا اسمك يعني ما اول مره تعال. تعال كربي. ايه تو تو بعد المباراه بعد تو الاول غالي يعني قول اشرب اشرب يلا خلاص 20 دقيقه جاز الجاز خربان الجاز مسخره يا الغالي والله انا اليوم ما متغدي تعبان ايش هالدق له المباراه الثانيه تو الله سته يا حبيب نص درزل يا الغالي برايم ترى والله العظيم تو بكف لا تتشعط هماكي مالك ذاك الله يهديك كل يوم متعصب ترى اللي جيم فوز وخساره شاب انتوا بعد طلعوا طلعوا من بيتنا ما لعبكم مره طلعوا مسخره